سمعت من جدتي عن جزر تدعى الواقواق، ساكنوها لا يحتاجون إلى إثباتات أو أوراق، والرحلة إليها من أسهل ما يكون. فإذا ما نوى المرء السفر أغمض عينيه ثم أفاق، وجد نفسه في الواقواق. سيجد أن الناس فيها من كل الألوان والأعراق، ماؤها زلال رقراق، وهواؤها يخلو من النفاق، يحكمها عبد الرزاق. الغريب أنه من العراق، حسن الأخلاق هذا وزع الأرزاق بعدالة، أحسن الادخار والإنفاق، وشهدت البلاد في عهده نقلة نوعية الآفاق. ومن نتائج حكمه لم تسجل المحاكم ولا حال الطلاق، والسجون خالية من السراق، ماكو سراق، الشعب والحاكمون دائما في وفاق. التزم عبد الرزاق بما وعد به وصان عهده معهم أنفذ الميثاق. سئل عبد الرزاق ذات مرة في لقاء صحفي: كيف فعلت كل هذا؟ قال: خشيت يوم التلاق. هلموا بنا يا رفاق إلى جزر الواقواق التي يحكمها عبد الرزاق. الدهر يومان والزمن دوار، يوم لك ويوم عليك، الراحم سيجزى بأرحم والظالم سيبلى بأظلم. تأن ولا تعجل لأمر تريده، وكن راحما بالناس تجزى بأرحم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. كل ذلك وأكثر في مساحة الله منها يستر.